بيقولوا رجال ما بتبكي ولا بتنكسر، ما في حدا ما بيبكي وبينكسر، بس الرجال هو يلي بيقوم وبيكمل دربه. لا تنكشف يا عش الدبابير، وابدو مثل الوحش اللي بيعادين بيطلع خسران. هذا الزلمة إذا ما توقف عند حمله رح يضل الشر مسلط على رقاب العباد، رح خلي حياتك تصير جهنم. عبدو! عبدو! الله يسامحنا جميع. خطوة واحدة بس يمكن تغير كل مصيره. أحكي عن عدك! نزل يدك! أشد! العربجي غداً الرابعة بتوقيت السعودية على MBC1.